هشام شكرا جزيلا لك. شكرا. لم يذكره المؤرخون كثيرا رغم إسهامه الكبير فيما عرف بمرحلة ما قبل الإصلاح. الشيخ عمر إسماعيل أحد أعيان القصبة وأبرز مؤسسي نادي الترقي بالعاصمة ومن واضع أساس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين سنة 1931، إضاءة على مسيرة الرجل وشخصيته مع نبيل حمدش. من الذين اشتهروا بالقصبة في المرحلة التي يصفها العلامة مالك بن نبي بما قبل الإصلاح، كان من الأعيان وقرر أن يواجه القوانين الفرنسية الجائرة، خاصة ذلك الذي صدر عام 1919، مدافع شرس عن الدين واللغة، هو الشيخ عمر إسماعيل أحد أعمدة تلك الفترة. الشيخ عمر إسماعيل رحمة الله عليه، من مواليد 1884، متوفى في حدود 1961، شخصية كاريزماتية ينتمي إلى النخبة التقليدية، النخبة المحافظة في العاصمة، ورغم أنه كان قد عاصر كل القوانين الجائرة التي عرفتها فرنسا، من بينها صدور قوانين الأنديجينا، صدور قوانين ما يسمى بالمساواة والتجنيس. الشيخ عمر إسماعيل رفض كليا الاندماج في هذه المنظومة، وتحرك الشيخ رفقة بعض الأعيان كابن سمايا، مهوب بن سيام، من صالح حمود بليل وغيرهم، ليتأسس نادي الترقي عام 1925 لمحاربة الجهل والشعوذة والدعوة إلى التعليم، واستطاع أن يجلب الشيخ الطيب العقبي ليستقر كمحاضر بالعاصمة. السلطات الاستعمارية لم تتفطن إلى خطورة مثل هذه الجمعية، ولم تكن تعرف خطورة هؤلاء الرجال، ويأتي على رأسهم عمر إسماعيل، لأنه تعتقد أنه إنسان حضاري، إنسان مركانتي بلغة ذلك الوقت، لا يثير الانتباه ولا يؤثر على ما يسميه مالك بن نبي النوم الاستعماري، لا باسيفيكاسيون كولونيال. ولكن الأمور تطورت ليتقرر في عام 1931 إنشاء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وينتخب الإمام عبد الحميد بن بديس رئيسا لها، وتدخل الجزائر عهد الإصلاح. وكان للشيخ إسماعيل في تلك الفترة دور كبير في جلب المنخرطين من كل مكان. هو إذن واحد من رواد الإصلاح الذين اكتفوا بالعمل في صمت قد لا يسمعه إلا المؤرخون.